أهلا بكم من جديد إلى موريتانيا، حيث يركز الموريتانيون على انطلاق امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية البكالوريا وسط مخاوف من عجز الوزارة عن تأمين المسابقة وإعادة سيناريو السنة الماضية الذي أضر بمصداقية الجهات المنظمة لها وأساء كذلك إلى سمعة البلاد. هذا وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات أكثر من 45 ألف طالب هذه السنة، 45 منهم إناث، يوزعون على 119 مركزا، نصفها في العاصمة نواكشوط. فما هي الإجراءات الحكومية لتأمين امتحانات هذه السنة، ولماذا لم تتجاوز نسبة النجاح في السنوات الأخيرة 10%؟ للتعليق على هذا الموضوع أو قبل التعليق على هذا الموضوع، نتابع هذا التقرير ثم نعود. 45,000 تلميذ هم عدد الممتحنين هذه السنة في مسابقة البكالوريا 2016، وسط إجراءات استثنائية بالمنطقة لمواجهة زلزال الغش العابر للأمن والمراقبين. 119 مركز على عموم التراب الوطني، 59 منها في العاصمة نواكشوط، بينما تتوزع البقية على ولايات الداخل، والآلاف من عناصر الأمن والأساتذة لمواجهة الوضعية الاستثنائية، واحتياطات أخرى قالت الحكومة إنها ستضمن إجراء الامتحانات في ظروف طبيعية، وإن مصداقية الشهادة ستتعزز بفعل استحالة التلاعب بالامتحان أو الغش فيه. شركات الاتصال العاملة في البلد دخلت على خط المواجهة وسلمت زمام أمرها للداخلية من أجل اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع استخدام الهواتف النقالة أثناء فترة الامتحانات، وهو ما حدا بالأخير إلى قطع خدمة الإنترنت عن جميع الهواتف النقالة طيلة أوقات الامتحان، وتعطيل خدمات الواتساب والفيسبوك وسط حالة من الصدمة بين الطلاب الممتحنين. إجراءات تقول الحكومة إنها ضمنت تمرير الامتحان في ظروف جيدة، وإنها قاربت على النهاية دون تسجيل حالة تسريب واحدة، كما لم يتهاون الأساتذة مع حالات الغش المحدودة داخل الفصول. وتعتبر شهادة الثانوية العامة البكالوريا أهم شهادة في موريتانيا، ومرحلة يجتازها النزر القليل من التلاميذ، حيث لم تتجاوز نسب النجاح فيها خلال العشرين الأخيرة 10% من مجمل الطلاب المسجلين في الثانوية العامة. إذا مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع معي من نواكشوط المستشار الإعلامي الأستاذ سيد أحمد البكاي. سيد أحمد، مرحبا بك. في البداية، هل إجراءات الحكومة لتأمين امتحانات البكالوريا هذه السنة آتت أكلها، تمكنت من الحد أو إلغاء ربما عملية التسريب والغش؟ الحمد لله. أولا أنا أشكركم على الاستضافة الكريمة. مرحبا. أعتقد بأن السلطات الحكومية في موريتانيا، خاصة السلطات المعنية مباشرة بالإشراف على امتحانات البكالوريا وختم الدروس الإعدادية، كانت صريحة واتخذت رهانا هذه السنة أن لا تقع أولا تسريب كما وقع في بعض دول الجوار، وهو بالحقيقة مسألة تقع في الكثير من البلدان. كان التحدي هذه السنة أن لا يقع تسريب. نعم. ثانيا، محافظة حالات الغش في الفصول وخارج الفصول، محافظة بأكثر من وسيلة، منها تعزيز الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، وكذلك رفض وتتبع ورفض لأي محاولة لإدخال الأجهزة يهش الهواتف الذكية. طيب. أستاذ سيد أحمد، هل حصل شيء من الغش أو التسريب إلى حد الآن؟ التسريب لم يقع، وحالات الغش من الطبيعي ان تقع حالات معذوره يتم التعامل معها بالوصول وخارج الوصول لوقتها. طيب، فيما يتعلق الان بمساله نسبه النجاح، يعني السنه اللي فاتت كانت اقل حتى من 10%، ما رد ذلك يعني؟ او ربما يقول البعض بالعكس، هذه النسبه معقوله، دليل على ان البكالوريا في موريتانيا بكالوريا قويه وصعبه، وبالتالي نسبة قليلة، ولكن من ينجح يكون في مستوى مرتفع. هل أن الأمر هكذا أم أنه العكس؟ نعم. أنا أرى بأن النظام التربوي والتعليم في موريتانيا شهد همات متعددة ومتلاحقة حسب نوعية الأنظمة التي حكمت موريتانيا. وأرى بأن النظام الحالي ورد نظاما تربويا فاشلا عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة. وبدأت سلسلة من الإصلاحات هذا القطاع، أشيعت السنة الماضية باتخاذ 2015 سنة للتعليم، وتم هنالك كثير من الإجراءات التصحيحية والتحسينية وحتى البنيوية، نتمنى أن تنعكس على مخرجات شهادة البكالوريا هذه السنة.
هذا من جهه. من جهه اخرى انا لا اعتقد بان نسبه الناجحين في البكالوريا ما زال يمكن ان تشكل مؤشرا على نجاح نظام تربوي ام غيره. شهاده البكالوريا هو امتحان في النهايه هو ضحى بنفسه، له هيبه، له مثلا هي خاصه بالطلاب، وهذا يؤثر على نسبه النجاح، مع ان البكالوريا في موريتانيا والله نظام التعليم الموريتاني في البكالوريا من اصعب الانظمه التربويه، لان البكالوريا شهاده محوريه في حياه المدرسه للتلميذ. طيب استاذ سيد احمد، نعم اختم معك بالحديث عن اهم المشاكل المطروحه الان بالنسبه اساسا للاساتذه والتلاميذ في موريتانيا. هذه المشاكل كانت مثلا متعدده. أنا أعتقد بأن منها المشاكل في مجال البنى التحتية، غياب بنى تحتية وما وعدت الحكومة وعملت على تلافيه، لكن ما زال أمام مشوار طويل. كذلك التكوين والتكوين المستمر، هي أيضا ممكن أن يقال بأنه أحد المشاكل المطروحة للعاملين في الحقل التربوي والمركزي. شكرا جزيلا لك سيد احمد البكاي المستشار الاعلامي، كنت معي ما نواكشوت عبر الهاتف. استاذ عادل، ما تعليقك على نسبه النجاح؟ وهل نسبه النجاح في البكالوريا تعكس مستوى معين لنظام التعليم ام ليست لها علاقه كما ربما اشار سيد احمد البكاي قبل قليل؟ بالتاكيد هي تعكس طبيعه الوضع التعليمي في موريتانيا الذي يعيش ازمه، هي تعكس ازمه حقيقيه موجوده في موريتانيا وهي ازمه التعليم، ازمه التعليم وهي ازمه متعدده الابعاد، بعض منها اشار اليها الاخ من موريتانيا من نواكشوت عندما تحدث عن ضعف البنيه التحتيه وضعف التكوين التكوين المعلمين، لكن ايضا الامر يتعلق ايضا بنظام التعليم الذي شهد على مدار العقود المنصرمه من عقود الاستقلال شهد محاولات اصلاح كثيرة لكنه لم يستطع أن يصل إلى النموذج الأمثل في حفاظه على الإزدواجية، أي إزدواجية اللغة، اللغة الفرنسية ثم اللغة العربية، وهي ما زالت لم تأخذ حظها بالكامل، بالإضافة إلى أن البرامج التعليمية الموريتانية لم تستطع أن تتجاوز مشكلة الأمية، نسبة الأمية لدى أولياء الأمور، بحيث أن نسبة الأمية تتجاوز 50% مثلا لدى النساء الأمهات، وربما تتجاوز حتى تصل إلى نحو 40% لدى الآباء، وهذه أيضا نسبة تساهم في عملية وضع التعليم داخل الثقافة والمجتمع الموريتاني. هذا بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق وانسجام بين التعليم وبين سوق الشغل، بحيث يتم إسداء شهادات لطلاب فإذا بهم يتخرجون ويصبحون زي ما تقال بلد المليون شاعر، لكنهم شعراء لا شعرهم لا يؤتيهم خبزا حتى يعيشون، وبالتالي تصبح التعليم يصبح بدون معنى. النقطة الأهم وهي نقطة مهمة للغاية وتتصل بالتحية، والتحية أيضا لموريتانيا في قدرتها على تأمين امتحانات البكالوريا في وقت عجزت فيه دولة بحجم الجزائر وحتى بحجم المغرب أن يتم تأمين البكالوريا بشكل كامل. في هاتين الدولتين تم تسريب موضوعات البكالوريا، بينما في موريتانيا الضعيفة، موريتانيا قليلة الموارد الاقتصادية، موريتانيا البنية التحتية المنهارة، لم يتمكن الأذكياء والشاطرين ممن يستخدمون وسائل الاتصال الحديثة أن يسربوا. وقع تسريب الفيزياء ووقع إعادتها يعني. لكن هذا العام تم أنا أردت فقط توجيه التحية لمن أشرفوا على مثل هذه الإدارة، الإدارة الأمنية لموضوع الامتحانات البكالوريا وحماية هيبة التعليم وهيبة مؤسسة الدولة. أستاذ عبد الله، في نفس الإطار يعني هناك سعي، ذكر حتى سي أحمد البكاي أن هناك سعي من الدولة لإصلاح منظومة التعليم. إصلاح منظومة التعليم في العالم العربي أو في الدول المغاربية عادة ما يتم بمعزل عن الأولياء، بمعزل عن التلاميذ، وفقط المختصون يقال هكذا في التربية هم من يشرفون على هذه العملية. هل ممكن أن تنجح عملية إصلاح منظومة تعليمية بمعزل عن المستهدف مباشرة اللي هم التلاميذ وأوليائهم؟ لا بالطبع، الإصلاح ينبغي أن يشمل كل أركان العملية التعليمية، أولهم طبعا المعلم،
المعلم لابد بداية المعلم ثم المناهج ثم بعد ذلك يقحم أولياء الأمور والتلاميذ في هذه الخطة أو في هذا المشوار باتجاه إصلاح التعليم. نسبة 10% عندما تكون نسبة 10% أو أقل هي نسبة غير طبيعية، مثل ما عندما تكون النسبة 90% أو أكثر هي نسبة غير طبيعية، وهذا يستدعي يعني يدق ناقوس الخطر في المجتمع وفي مؤسسات الدولة للبحث عن أسباب تدني هذه النسبة. لا يمكن أن يكون الخلل في التلميذ، الخلل في المنظومة التعليمية. المنظومة التعليمية صحيح كما أشار الأستاذ عادل، صرامة في عدم تسريب الأسئلة، في منع منع وسائل التواصل الاجتماعي أثناء فترة الامتحانات للحد من الغش، كل هذه الإجراءات سليمة ولا غبار عليها. إذن الخلل هو قبل مرحلة الامتحان، الخلل في أثناء العملية التعليمية، أين هو الخلل وكيف يمكن تلافيه حتى تكون النسبة طبيعية، وهي عادة تتراوح بين 40% و60%، قد تزيد قليلا قد تقل قليلا، لكن بالقطع نسبة 10% في الثانوية العامة هي كأنها نسبة 100%، هناك خلل لابد من معالجته. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله الكبير، الأستاذ عادل الحمدي، الشكر موصول إليكم الكرام على المتابعة، موعدنا بحول الله الأسبوع المقبل، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.